كان هناك مرة حمار صغير مسكين يجر العجلات دائما، ولم يكن يأخذ قسط من الراحة إلا القليل، كما أنه لم يكن يأكل الطعام بكثرة ليكن قادر على العمل الشاق. وكان يتجول دائما في أي مكان يسحبه أي شخص على 4 عجلات خشبية. وفي أحد الأيام اشترى الحمار رجل يرتدي قبعة كبيرة وعباءة طويلة لدرجة أن رجله لم تكن ظاهرة، وكان يمتطي الحمار على العجلات. وكان شخصا متعجرفا ونادرا ما يتذكر طعام الحمار وراحته، لذلك عانى الحمار معاناة شديدة في كافة الأمور. وفي أحد الأيام وقع الرجل ولم يعد قادرا على المشي أو التحرك من مكانه، فطلب من الحمار مساعدته. ولكن في ذلك الوقت قال له الحمار على جميع أفعاله المؤذية التي كان يفعلها معه، كيف كان يتركه جائع بدون طعام ولا راحة بعد العمل الشاق. فكر الرجل قليلا واكتشف أنه كان شخص ظالم وعديم الرحمة. وبعد شفاء الرجل عامل الحمار معاملة حسنة. ما هي الدروس المستفادة من تلك القصة يا أصدقائي؟ إنه في بعض الأوقات يحدث لنا أشياء سيئة لتنبهنا وتجعل منا أشخاص أفضل في الحياة.